اهلا وسهلا اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناه سويت تورت. كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. جبت لكم الجديد ووجهتنا الى النرويج وبلده جدا رائعه، والسفر اليها يكون بدون فيزا، ويوجد فيها يعني فرص عمل في المناجم وفي السياحه. وان شاء الله كنتمنى هذا الموضوع ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بلدة الأرخبيل، البلدة اللي موجودة ما بين النرويج والقطب الشمالي. طبعا المناظر قدامكم الإخوان مناظر خلابة وطبيعية 100%. وإذا كنت من عشاق السفر فهذه البلدة يعني بلدة سياحية وفيها العمل وفيها ظروف يعني جدا باردة، ولكن الناس كيسافروا لها وبدون فيزا، وممكن بس بالأوراق الإقامة ديالك من أي دولة من أي بلد عربي ممكن أنك تسافر لها. وإن شاء الله أنا غادي نخلي لكم تشوفوا معلومات على هذه البلدة. بمجرد ما أنك تمشي للسفارة في الدولة ديالك وتقدم على طلب الهجرة لهذه البلدة، هذه غادي تمشي لها اللي اسمها سفالبارد، انك يمكنك العيش فيها الى الابد، ممكن الزواج ممكن العمل. وان شاء الله هذه البلده هذه اللي هي سهله جدا ومحفز قوي للشباب اللي بغاو يغيروا الوضعيه ديالهم، وما كايناش عنصريه، ما كاينش يعني حتى العنصريه ما كايناش، وكاين العمل في المناجم وكاين العمل في السياحه. وان شاء الله ان الاعجاب ديالكم هذا الموضوع. طبعا الاخوان انا غادي نخلي لكم شرح بالكتابه، وممكن تقراو هذا الشيء اللي مكتوب فيه معلومات على هذه البلده وكيفاش العيش فيها وكيفاش الناس تعيشوا تما. وان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس، وشكرا.